السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة، قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، للأمانة معلومة هذه من خبر رسمي من الصحافة الإيطالية، أنه الناس هذه ميساج ساعة الناس اللي قالت بلي فوزي غلام انتهى وفوزي غلام غير جاهز وما عندوش مكانة في المنتخب الوطني، معروفين بعض الذباب، نجاوبوهم. الصحافة الإيطالية مصادر رسمية باللي راي كاينة ثورة كبيرة في من قبل جماهير نادي نابولي، وداروا مظاهرات في بجانب ملعب سان باولو، ورايحين لإدارة دي لورنتس رئيس نادي نابولي، طالبوه بإقالة، ولا هذا اسمه أنشيلوتي، بسبب فشل في النتائج وفي إبقاء بعض اللاعبين الممتازين الجيدين في دكة الاحتياط. هذه الصحافة الإيطالية ما جبتهاش من عندي. إذن أنشيلوتي لا راح في فايدة غلام، إلا ما راحش أنشيلوتي، فرضا ما راحش أنشيلوتي أيضا في فايدة غلام، لأن غلام عنده اتصالين رسميين من قبل أتلتيكو مدريد ومن قبل جوفنتوس. هذا اللي قال لك لاعب فاشل، غلام لاعب فاشل وخلاص انتهى غلام، وما عندناش نحتاجوه في المنتخب الوطني. صاري مازال محتاجو، صاري لونترينار تاع جوفنتوس محتاج. اذا نغلقوا موضوع غلام. موضوع اليوم هو فضيحه، صح ولا واحد يتكلم. توفا ابيع، توفا ابيع، ولا واحد يتكلم. فضيحه واش هي؟ حنتفكروا باللي مقابله الديربي العريق بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر اللي اسمها اولمسيه ما تلعبش، وحرموا جمهور عريض من الجزائر، داخل الجزائر خارج الجزائر، الجاليه الجزائريه في اوروبا في المهجر في الخليج، كل باغين، وقنوات بعض القنوات العربيه باغين يشوفوا الديربي. الله غالب الديربي ما كانش، حرمتنا منه الرابطه والاتحاديه في نفس الوقت. اتحاد العاصمه كان عندها 6 لاعبين، من بينهم لاعب دولي اسمه اللافي، لاعب المنتخب الوطني الليبي في يوم الفيفا، ما لعبوش من حقهم وقانونيا القانون يحميهم، بصح تعاقبوا. نعم تعاقبوا وحرموا الشعب الجزائري باش يشوف مقابلة الديربي. تعاقبوا الرابطة، كي يقول رابطة معناها للرابطة والاتحادية، راه يقول كيف كيف. عاقبوا اتحاد العاصمة ولا حول 3 نقاط وعقوبات أخرى، عاقبوها وعطاو 3 نقاط للمولودية الجزائر. معليش الحادثة تكررت، بصح مش بست لاعبين، بلاعب واحد، بلاعب واحد نتاع من تاع فريق الاتحادية. كي نقول فريق الاتحادية وباين فريق لاماسيا بارادو، فريق لاماسيا بارادو عنده لاعب واحد ووحيد فقط، هو زرقان اللي جابوه بالقوة باش يتباع، بغيت يحب يبيع السلعة تاعو ودخلوه في ليكيب ناسيونال مفروغ منها. إذا لاعب واحد أجلوا عليه مقابلة، أجلوا مقابلة نتاع من؟ نتاع بارادو، نادي لاماسيا، نادي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كي تقول بارادو قول اتحادية، اتحادية الجزائرية لكرة القدم النادي نتاعها بارادو يلعب مع بن عباس، أجلوا له مقابلة بسبب ماذا؟ بسبب مشاركة آدم زرقان. أجلوا مقابلة على جال لاعب، واللي عندهم 6 عاقبوهم. هاي وهذا الخبر ما جبتوش انا من عندي، جبته قناه تاع الهداف اللي كانت وقتا ما كانت تشيت زاتشي، ومازالها ثاني ماهيش تنتقد في زاتشي، نقولوا ساكته على زاتشي وعلى بالها بالفضائح نتاع الاتحاديه وساكته، صح ولا واحد تكلم من الصحافه. تقولوا لي النهار كيفاه ما تحدثتش والنهار تدعي باللي الشفافيه والنزاهه ما تجي حتى مع طرف، ما كاش منها، ما كاش منها، جبتك من عديد من الادله ما كاش منها، نعطيك منها تعطيك من بكري. النهار قلتها ونعودها للمره المليون والمليار والبليون نعودها، النهار الحاجه اللي تكشف حبيب همزاتشي وتكشف فضائح الاتحاديه نتاعهم والتسيير الهاوي نتاع الاتحاديه نتاعهم، هذا ما يتمشيش، ما يمشيش خلاص يتخير، وهذا ما يشوفش، صم بكم عمي.
كان شحال الاخر قيسونا وما تقيسوش حبيبنا زاتشي موصين عليه. النهار قلت لها ونعاود ناس تدعي تقول يا ربي ندو كوب دافريك. الشعب الجزائري يقول يدعي يا ربي الجزائر تدي كوب دافريك كاس افريقيا. النهار ما تدعيش يا ربي يجيب يا ربي ندو كاس افريقيا، يا ربي زاتشي يقعد، يا ربي زاتشي يبقى، يا ربي ندو كاس افريقيا باش زاتشي يبقى. شفتوا كيفاش التناقض، شفتوا كيفاش الناس اللي تفكر تفكر في اشخاص ما يهمهاش الجزائر، هما اشخاص مهم يبقى زاتشي يبرك. ها زاتشي اليوم ما حبش اجل مقابله على لاعب نتاعو، واحد فريد النهار لاعب فريد اجلوا مقابله، بينما اتحاد العاصمه ست لاعبين عقوبه، ست لاعبين ما يلعب مكانش وزيد عقوبه من فوقها. ها هدري النهار انا قلت لك اخي تقولوا احنا شفافيه ونزاهه نزاهه وما عندناش هذه ما نجو حتى مع طرف. ها حبيبكم زاتشي لاعب واحد عنده حبس المقابله ما كانش ما تلعبش تاجل، والاخرين سته. علاه اللي يسمع علاه الحقره علاه الظلم علاه الحقره يسمع فريق جزائري. ما تقوليش حداد والعصابه مش عصابه، حداد كان سابقا رئيس بصح هذا اتحاد العاصمه فريق للشعب، انصار نتاعو شعبيين. واش ذنبهم واش ذنبهم اذا حداد من العصابه ولا؟ ما تنساوش ايضا حبيبكم زاتشي جابته العصابه يا النهار، باش نكونوا صراحة باش نكونوا صراحة لياس ما تعاقبوها وطيحوا عليها كي عاد حداد رئيس نتاعها. واتحاديه زاتشي شكون اللي جابو؟ جاب الانتخاب جبتو انا ها جابته العصابه. سما حداد تهضروا عليه وطيحوا عليه لياس ما وتعاقبوها نورمال، واللي جابته العصابه ما تهضرش اسكت اسكت ما تهضرش على الحقر. قلت ونعاود لياس ما فريق جزائري، بارادو فريق جزائري، مولودي الجزائر فريق جزائري، اتحاد بلعباس فريق جزائري، ثوره فريق جزائري، وفاق سطيب فريق جزائري، كل نوادي كيف كيف، كل نوادي كيف كيف. علاه ديروا التفرقه هذه؟ علاه النهار ساكته؟ علاه راكي ساكته النهار؟ اهدري القانون يحميك يا النهار، حريه الراي والتعبير. انت ماكش كي تنتقدي زاتشي راكي عطيه عليه شخصيا ولا تنتقدي في الحياه الشخصيه نتاعو، انتقدي العمل نتاعو، تشوفي المنكر وتسكتي يا النهار، تشوفي في المنكر وتسكتي. اتحاد العاصمه عاقبوها عادي، طفي الضوء عادي، ست لاعبين ما كانش عادي، ولاعب برك في بارادو ما هو نقولها لك ماهوش عيالها باساس. مقابلات مقابله كاك جابوه باش يدي ستاتيو انترناسيونال يعود لاعب دولي ويبيعو، هذا ما كان برك. اجلت مقابله كامله تاجلت على جال لاعب مش عيلعب اساسي حتى في المنتخب الوطني. علاه سكت؟ علاه سكت؟ هنا تسكتوا تسكتوا على قضيه زاتشي تسكتوا عاد، واللي يظلموهم عادي، واتحاد العاصمه كيظلموهم نورمال نورمال عادي. وزاتشي يطربكها اها زاتشي جاي يخدم الجزائر، زاتشي جاب كاس افريقيا. عيب حقرة مش مليحة، رانا في 2019 وداخلين 2020 يا النهار. وجما كي نقول نهار مش غير نهار، العديد من الصحافة الساكتة منبطحة، رانا في 2020 داخلين. عيب نفرقوا بين هذا وهذا، هذا الفريق يعاد في رئيس الاتحادية لازم نقنفليلو ونشيتولو وندافعوا عليه، والفريق هذاك كي كان رئيس تاعو نقولوا حدادنا يطيحوا عليه. هاي جاتنا الموجة نروح مع الشعب، الموجة جاتكم مع الشعب، مع الشعب الموجة جاتكم مع الشعب، باللي زاتشي أيضا جابته العصابة، تبعوا موجة الشعب، اللي جابته العصابة يروح، اللي جابته العصابة كامل يروح، زاتشي جابته العصابة إذا يروح، تبعوا موجة تاع الشعب، ولا الموجة تاع الشعب تمشي غير في جهة الياسما برك، الموجة تمشي في جهة الياسما وما تمشيش في جهة الاتحادية. صعيبة، صعيبة تكون صادق، صعيبة تدعي بالشفافية والنزاهة، صعيبة ياسر ياسر. صعيبة ياسر الشفافية والنزاهة طيح على فرق الأخرى بصح من هيه ما نقدرش نهضر، ما نقدرش نهضر. عيب 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 كبير، فريق جزائري عريق كما اتحاد العاصمة يظلم ولا واحد يتكلم، بينما بارادو فضيحة بأتم معنى الكلمة، لاعب وماهوش راح يلعب، حبسوا بطولة كان حبسوا المقابلة حبسوا البطولة عادي. الكيل بمكيالين، أين هي الصحافة؟ الله يرحمها. أين قناة نهارة تدعي نزاهة وشفافية؟ الله ما كانش، ما
ما كانش صمم بكم عمير. عيب عليكم، عيب والله غير عيب، عيب عليكم. احترموا الجماهير هذه الجزائرية، احترموا الشعب الجزائري، احترموا أنصار اتحاد العاصمة، اطلبوا منها الاعتذار على السكوت نتاعكم، اعتذروا لها، اعتذروا لأنصار اتحاد العاصمة، ما تخسروش الحداد. إذا تخسروا الحداد اخسروا أيضا الزطشي اللي جابته العصابة، راه كيف كيف، ما كانش فرق. نطيحوا على لياسما أيضا نطيحوا على الاتحادية، مادام لياسما طحتوا عليها كي كان حداد، حتى زطشي جابته العصابة، ما كانش فرق. اتحاد العاصمة ليس ملك لحداد، اتحاد العاصمة ملك للشعب، ملك للشعب وأنصار اتحاد العاصمة. عيب عليكم. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.